السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامودي. هلنا إن شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال كم من ذكر أنا أرانب يكفي لقطيع من الإناث، يعني شحال من خصنا من ذكر يلقح، يعني شحال العدد ديال الإناث. أولا يعني الإجابة يعني بعجالة على هذا الموضوع، وهو خاص ذكر لكل أربع إناث. علاش؟ أول حاجة خاصنا نعرفوا باللي الذكر راه هو كيعيا، يعني من كثرة المزاوجة راه كيعيا. أشنو كنديرو؟ خاصنا يكون عندنا واحد المناوبة ديال الإناث. كيفاش؟ يعني على طول الشهر يعني نحاولوا أننا هذاك الأرانب اللي نبغيو نزوجوهم لأول مرة نحاولوا أننا مثلا ما نزوجوهمش في نهار واحد. مثلا عندنا واحد أربعة النتوات، عندنا ذكر نخصوه ليهم هما. سمو كيوقع إلا مشينا تهدرنا السيمانة الأولى عطيناها عطيناه نتوة للذكر، السيمانة الثانية عطيناه النتوة يعني عطيناه نتوة أخرى، السيمانة الثالثة عطيناه نتوة أخرى، الرابعة نتوة أخرى. سمو غادي يوقع؟ غادي يوقع أن هذاك الذكر غادي يولي ديما خدام، بعدا ما غاديش يولي خامول، لأن كاين الذكر اللي إلا مشينا تا يعني ما بقيناش نزوجوه بزاف المرات، يعني كيولي بارد، ما كيبقاش. واخا يكون فحل، واخا يكون كيما بغى يكون، إلا مشينا حتى يعني تعطلنا عليه في 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 يعني في المزاوجة، كيولي هو بارد، ما كيبقاش كيعطي داك يعني ما كيوليش حامي، ما كيعطيش ديك الفعالية اللي مولف. نتوما أول مرة شفتوه كيلقح كيولي ناعس، ما كيبقاش كيما كان. كاين قضية أخرى، إلا بغيتي يولي مزيان يعني الذكر، يعني معلومة دي حصرية فين درتها في واحد الفيديو، لكن ندخلوها في هذا الفيديو تا هو، وهو الكرافس. الكرافس كونوا متأكدين راه كيولي ذكر حامي، واخا يكون يعني ناعس، ممكن أن قبطة ديال الكرافس تقسموها له على ثلاثة نهارات ولا جوج نهارات كاع، يعني قسموا هذيك القبطة على جوج نهارات وعطيوها له بوحدو، عطيوها له ياكلها. ملي كتعطيه له ياكلها كيولي فحل وكيولي حامي، كيولي يعني ممكن انك في نفس الوقت تعطيه النتوة يلقحها ويعاود يلقحها ويعاود يلقحها ثلاثة المرات في خطرة، يعني كتحسوا به صافي يعني ما كيرتاحش، خصو غير يخدم. كاينه قضية أخرى، وهو المزاوجة خصها تكون على حسب السن، يعني ماشي تشدوا مثلا واحد ذكر كبير عنده مثلا عام وتعطيه واحد الانثى يلاه ولدت. لا، ديما يعني في الكاش ديالكم حاولوا انكم تخليو كل اربعه تخليو لهم واحد، هذه وهذوك الاناث يعني كما قلنا تناوبوا بيناتهم. ولكن غادي ملي يكونوا عندكم اناث كبار واناث صغار، هذه ضروريه. هذاك الذكر اللي يكون كبير حاولوا انكم تعطيوه انثى كبيره، ان كاين الذكر الكبير اللي كتعطيه انثى صغيره كيضربها ويعضها. علاش؟ لان كيحسبها بحالها بحال الذكر، سبحان الله. هذه يعني غريزه فيهم، شحال من واحد في لي كومونتير وجربتها يعني الاصدقاء وجربتها حتى ليا انا، ملي كتعطيه انثى عاد صغيره كيعضها، كتولي انت تفرق بيناتهم بزز، يعني كيحسبها انها ذكر، كيحسبها انها ذكر. اما الانثى اذا كانت كبيره وعطيتيها ذكر صغير كيبقى يتشعبط فيها، ما كيقدرش يتزوج معها. علاش؟ لان ماشي بحال نقولوا الذكر الكبير اللي خصو يديرها بين رجليه وكيحكمها ويعني وكيقوم بالعمليه ديال التزوج. واستسمح على هذا القول، لا حياء في الدين، ولكن ضروري انني نقول هذه المعلومات. انا كنحاول ان القناه ديالي تكون يعني تكون مبروكه وما يكونش فيها يعني شي خدش للحياء، ولكن هذه المعلومات ضروري خصكم تفهموها. الذكر الكبير عطيوه الاناث الصغار، والذكر الصغير عطيوه الاناث الصغار، وناوبوا بيناتهم. الا درتوا هذه الطريقه كونوا متاكدين غادي يكون عندكم غتكون المسيره مزيانه. كاينه قضيه انكم تشدوا الذكور وتخليهم مع بعضياتهم، خطا كبير. يعني شحال من واحد كيقول لي
لا راني مخلي الذكور بيناتهم، هذوك الذكور بيناتهم راهم غير باقيين صغار اول حاجه، وراهم خوت 100%. اما الا جبتو ذكور ماشي خوت يعني ومشيتو وبقيتو كتكبروهم في مكان واحد، في الصباح غادي تقاتلوا بعضياتهم، في الصباح غادي تلقاو واحد اما قريب يموت او ميت. هذه يكونوا متاكدين ان هذا المشكل كيطرى. اذا كنظن انني حاولت نعطيكم كاع المعلومات حول الذكر ديال الارانب، كيفاش تعاملوا مع يعني التوزيع ديال 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 الذكور، يعني حاولت نديره لكم في نقاط. اذا كان شي تساؤلات اخرى مرحبا، يعني انا حاولت نجاوب على جميع الاسئله، ولكن اذا كانوا شي اسئله اخرى مرحبا. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا قناه ديالكم، قناه غادي بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.